كيفاش جاتك المباراة ديال اليوم؟ بالنسبة لي شخصيا كنظن بأن المباراة ما كانش فيها فرص كثيرة، ولكن مجمل اللقاء كان في صالح ديالنا. جا هدف ضد مجرى اللاعب، تنظن بأن صعيب لأن النفسية ديال اللاعبين كانت مهزوزة من بعد الهزام الأخير، كون تسجل هذاك الهدف ضاع علينا الوقت بزاف باش نرجعو. نظن بأن الهدف اللي سجلناه في الأخير وخاصة من السجل المجلوم يعطي واحد ثقة في المعنوية ديالو. مازال خصنا نشتغلو، مازال تنتظرنا عمل، مازال بعض المراكز مهمة تنشتكو منها، ولكن إن شاء الله كاين اللاعبين مازال جاهزين ديالو باقي ما حصلتش، وتنظن بأن ملي غادي تكتمل التركيبة البشرية غادي يكون عندنا هناك واحد يعني قبل ما توطأ القدم ديالكم أرضية الميدان كانت هناك انتقادات ضدكم، كان هناك لوبي ضد فريق الفتح الرباطي. نعم، دابا هاد العناصر كما قلت للمجموعة ديال الصحافيين من قبل قالوا لي اش تقول على هاد الانتقادات؟ قلت لهم شنو المطالب ديال المهمة باش من بعد ممكن نجاوبوا عليها، اشنو الملاحظات باش ممكن اننا نفهموا بعدا علاش غنكونوا علاش غنجاوبوا. تنظن بان بالنسبة لنا المشروع الوضع كاين هناك واحد المشروع ديال التكوين الفريق في الفئة الصغرى، وكاين هناك مشروع باش هاد اللاعبين اللي تيحصل التكوين ديالهم في الفئة الصغرى ديال فريق الفتح هذيك السلسلة ديال التكوين تلتحق بالفريق الأول. الفريق كان عنده كان هو أكبر فريق من ناحية السن السنوات الماضية، السنة الماضية تمجنا مع اللاعبين صغار السن. هذه السنة اعتمدنا في تعزيز التركيبة البشرية ديالنا على لاعبين عندهم مؤهلات وباقيين صغار في السن باش العقد اللي غيربطهم بفريق الفتح غينتد حتى يوصلوا هذوك اللاعبين اللي الان هما في فئة الشبان باش يحملوا القميص ديال فريق الفتح. وبالتالي ما يمكنش هذه السنة الفريق يعتمد على لاعبين اللي عندهم تجربة كبيرة 28 29 سنة، لأن المدة الزمنية للفريق غيكون تجاوزوا سن البطولة. تنظن بأن اللاعبين اللي اعتمدنا عليهم أي مدرب في البطولة الحالية يتمنى أنهم تكون عنده، وبالتالي هاد اللاعبين حنا قدرنا جبدناهم ونتابعو فيهم ونستحميهم نشتغلو معاهم ونصبرو معاهم لأنهم لاعبين مميزين وحنا تيشرفنا أننا نشتغلو معاهم. والوقت غادي تبين الأحقية ديال هاد اللاعبين في حمل قميص فريق الفتح. استاذي سؤال صغير، نحن كإعلاميين نعاني من تغطية الحصص التدريبية فريق الفتح الرباطي، الحصص التدريبية كلها تكون مغلقة، يمكن لك تحدثنا على السبب سبب هذا؟ شكرا للتوضيح. تنظن بأن هذا كان هناك خطأ في الفهم، أي صحفي بغى يجي فهو ممكن أنه يراسل الإدارة ديال الفريق ويحضر وتفتح لي الأبواب، ما تنمنعوش الإعلام. كاين هناك فقط لأن بعض الحين تنفتحوا الملعب ملي تنكونوا غنجريو مباراة مع فريق آخر وتنفتحوه بعض الحصص، وكاين الحصص اللي تنربطوا الملعب لأننا تنشتغلوا على